أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في التمثيل المعروف اليوم؟ وهل هناك تمثيل حلال وتمثيل حرام؟ تمثيل ليس من عمل المسلمين، إنما هو مستورد من عادات الكفار، وما عرف التمثيل إلا من الكفار من المسارح الأوروبية، فهو عادة إفرنجية وعادة الكفار، ما كان المسلمون يمثلون ولا عرف التمثيل عند المسلمين إلا لما تسرب إليهم التشبه بالكفار، فلا يجوز التمثيل، التمثيل لا يجوز للمسلمين وليسوا بحاجة إليه ولله الحمد. نعم.